باب حفظ العورة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. وفي رواية لهما: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا، عاتقك ما بين المنكب والعنق، وطمحت أي ارتفعت.